حطت ملكة البرد والصقيع رحالها في مناطق لبنانية عدة، وفي الأماكن القروية شلت العاصفة هباء الحركة التجارية والحياتية، حيث مكث أهالي المناطق المرتفعة في بيوتهم خوفاً من برد قارس في انتظار انحسار موجة الصقيع والعودة لكسب الرزق. وأبو رواد مثالاً. يعني إذا بدنا نولع مازوت ما بنقدر، كتير كتير وضع قاسي بالمازوت. أخذنا الوسيلة الثانية اللي هو الحطب أو فرنا. يعني بالنسبة لتأمين الأكل، كيف عم تقدروا تأمنوا الأكل؟ نحن عنا أكلات جبلية مثل الكشك والبرغل والزعتر وهالإشياء، يعني نحن منأمنها من الصيفية ونعمل حساب للشتي. يعني مثل بدي شاب بحلنا للنملة، يعني كيف تجهز حيلة بالصيف إلى كرمال الشتي. يعني عبك الحنفيات ما كانش تنزل المي فيهم، كتر ما جلت المي ما كانش تنزل المي، كتر ما في ساقع يعني مش بعازل لبرات. بنكب مي سخنة على القصاطي مطرح ما مكشوف القصاطي، بنزت عليه مي سخنة لحتى يحال حيل وتمشي المي. نحن كله بنطبخ على نحن بنقولوا وجاق قطرجة على الحطب، بنخبز اوقات بخبز كمان على وجاق لان بيصعب توصل السيارات بس يكون في ثلج، وهيك كله عم نشتغل على. وبالنسبة لغلى الغاز والوضع الاقتصادي إسا نحن فيه ما بنستعمل أبدا الغاز، يعني إلا بالنوادر قليل. يعني هاو الخبز الحمد لله يعني بيطلعوا مناح وبيضلون أحلى من ما أنه نشتري، وهيك أوفر وأحسن. يعني عم تخبز بالبيت؟ إيه بالبيت، وكله على الصوبية، يعني كل شغلي على الوجاق، يعني على الحطب. ايه عصاج اكيد. لا شك أن مشهد الثلج جميل، لكن خلف هذا الجمال مشهد تكمن قساوته في البرد الذي يحاصر المواطنين ويشل حياتهم، خاصة في ظل غياب وسائل التدفئة. والله يكون بعون اللبنانيين. سابين درباس، NBN.